سووا له يعني جليمبس ويجي مثلا التمار. نايس نيك نيم. اللايف ستيلر مع الصين منه من 152 القطعتين مانجو هذا اللي عدني ما شباب عدنا اعتقد انه يسويها مربى بعدين احتمال. لا هذا جيم 2 1-0 الان للفريق السوري. مو سوري هو سوري لا لا و... سوري مو سوري الجنوبي بلعي 4 راح يتفلش الزترين ماتك. بلعي 4 ابطال ترجع للجو من تيم الداير. حطه و فن احتمال يشمر المانجا ويطشر دماغه بيها. اوه رايزر وهذا ينزل بالالتي عدل. هذا الجريف وطال الجريف هو دم مفول لان يعني يعرف روحه راح يخلص بعد ما منتهي ورايج تي بي. واعتقد وقع بيها الهيرا ابو علاء الحداد 14 ابو علاء الحداد يموت. طبعا هاي اكبر غلطه سواها لا ستيلر ما راح مايدس. نعم بالفعل جون يقدر يصير ليت جيم مو ما حد ما يلعبه كل الناس هسه جاي يلعبون مايدس مايدس وريديانس اي والليل مالتهم الليننج ستيج كلش قوي عندهم زوس عندهم دارك عندهم زين كلهم اقوياء بالار بي جي. وسنتاور اعزائي المشاهدين ما يحس دوشك مال كتل و هجوم الشمس وينضرب ستان لا ينضرب زوس التي كلش خطره كانت كان ما دارك. عسى المشاهدين يعني لا تحكون على الكاميرا لان بلوعي هو الكاميرا مان. يلا هو في ورا واحد فاتح بالموبايل. زين مال فيسبوك ما يطلع بيها صوت مو بلوعي؟ مال فيسبوك يطلع بيها صوت لو لا؟ اي شوف نلقي نظرة على الاسد. طلع لاستيت اخبلوه ايه 83 لاستيلر 79 داكسيل 67 و 68 بالتساوي انفوكر وسنتاور. وهذا اللي رانك 8000 من رانك 8000 يا هو ماريو عنده بس 50 ومو كان 7000 قلت زيد مستوى صعد يعني وهذا الجيم هذا كل جيم يعطيك 1000 مو هذا وطبعا إيه فايز على ابطال اكيد. اي من فوكر شباب من فوكر يا هو لا هنا يطق جرايفات او يطق قبور من قبر إيه. لفتي والله قبر طمك كاندال و الله الله يا لايف ستيلر الله يا لايف ستيلر. هل في ست زوس يسوي هيوارد بالنفل الاثنين ماتة؟ ما شفت ثاني ولا هيوارد ويضربون ستاور وزوس وهاي المصة راح تكلفك كثيرا يا ريزر ولكن هنشوف القريب قريب يلحق ما لحق ما لحق قريب كول داون واوت اوف رينج واول تالي كان مداسه يعني عادي لا السموك كلش في موقع ويرجعوك لمبس وبعدهم كلهم لاحقين المكان الاصلي و... راح يطق قريب من نقطة تليفورت لما يسوي لا جاسوس مستحيل يهرب بعد ولكن يعني لا 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 بليز الله. لكن انت ما شفت بس اعتقد انه اعتقد ان القريب القريب دوريشن 5 ثواني لا شلون ملحق يدق ما تقدر تلوم اللاعب حسن تقدر تلوم العراق لان كان البنج عنده 300 ولوس 300 مو حتى 300 باوع اذا تتاخر ثانيتين يعني لازم بنجك الفين اي بالضبط هل بينج مي مارد فين؟ ولكن احنا هل ندري هل يعني انت تطيها جوعان بدك تلف تمبرجر؟ هل سويتوا الاكل جو ولا بعدكم على البنجل كله؟ لاحظ بروكر قريب جدا من الشفنه وبلوعي عندنا سؤال الجاندال سؤال جاندال ما هو سبب يلا بلوعي فيكس بلوعي لماذا دازل ملحق المبيع؟ الجواب الاول بنقل فين الجواب الثاني تقريب ما يطول الجواب الثاني تي بي طاولته هواية
الجواب الثالث إيه عندك تيبي على التور والتور إنه كان واحد داق عليه تيبي قبله في طولت تيبي كله. الجواب الرابع لأنه ميمارة هذه. عندك وسيلتين. عندك وسيلتين مساعدة هدف هدف إجابتين. لا استعين بصديقي حيدر. استعين بصديقك حيدر. اتصل بي. تررن تررن. ألو. ألو. مو أنت تحكي أنا أحكي ست. ماك يجحشي. مرحبا عزيز حيدر وياك كاندال من برنامج من سيربح الأركانة وواصل سؤال الأركانة والسؤال يقول عندك 30 ثانية لما يسألك كاندال تفضل. أنا ليش ميمار فلت الجرايف مالتي؟ أول شيء لأنه هو ميمار، ثاني شيء لأنه التور لما ينقل طوالته هواية لو بنقع عالي. لو شنو الجواب الرابع؟ الجرايف تغير. قبل بارب تيبي عدلين الجرايف تغير. احنا راح نلوم اللاعب، نقول احنا انه لاعب متمكن، لاعب فريق متمكن ورانكاتهم عالية، راح نلوم المخش لاعب. اوكي شكرا شكرا حيدر. شكرا ان شاء الله تفوز بالليل. اختار لانه هو مخش لاعب، لانه هو ميمار عادي. متأكد من الإجابة؟ ثبت؟ جواب نهائي؟ اي متأكد. ثبت لنا. علي كاندال من العراق، مبروك ربحت ويانا أركانة مالينا وياها ماسكوف مادنس. الله يطيح حظي. هاي فايت اعزائي المشاهدين، يمكن صار بس هالفريق وازو سمات بس هالفريق كنا ملتهين. صارت دوده طيب زيوس السادس بالعركه. يعني اعتقد انه ماكو داعي، هي دقمه واحده يعني ماكو داعي تختار مكان. انا اتوقع هو زيوس بالتيم فايت هاي الفايف فيرسس فايف لازم يدوسه اول شيء. نعم نعم ليه هي على يعني ايو اي دمج تسوي اكثر. اعتقد هذا لاعب مال بابليك يخليه يبوق بالكل وما حصر له ومداسه. هاي النظريه مالته. طبعا تدري اخ حسن انه هاي الحركه تذكرني بلاعب امار، تذكر اسمه لاسباب امنيه. طه التميمي؟ لا 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 هو هم مره يعني هو شون ماجنوس يعني الضلع ما تيموتون. طلي هذا اسمه الحركه. طلي اسم الدلع. طلي طلي ما انتظر يعني مفك يا جماعتي، ينتظر الار بي يضربهم الا خمسه، ضربهم خمسه وماكو دمج وخسرنا. نعم خسرنا الجيم. هو اعتقد هو نفس اللاعب يعني هم كان يريد يجيب لا نفس كتاعت. مستوى اللاعب مو نفس اللاعب ما يعني تقريبا لان ما توقعت تنزل ويا لاعب مستوى هذا الجيم. مو مستوى سجل زومبي يعني. عندنا ستريتش، عندنا سجل زومبي لاعب جديد وكلش يعني اعتقد هو النجم الصاعد. النجم الصاعد هو يعني هو حتى عنده قوه قد هذا اللاعب اللي لعب بكل فريق اللي عنده 900 جيم واخذوه سكرت. مو لا لا ما قبل ما عرضوا عليه الرقم اللي يريده. هسه هو منتظر سجل يعني زومبي خلال 900 جيم قدر يجيب احسن رانك اللي هو 100 عمر بسهوله. حلو يعني بسهوله ما تلعب حتى ويلعب يبقى على طقه معروف القاعه شير على طقه. نعم 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 لا يعني أنا أعتقد إنجازات بيستي لا يعلى عليها. وعدنا عدنا اللاعب الأخ اللي أوه وضرب الألتي وطبقه الكومبو ولكن دازل يهرب. دازل شفتي دق الجرايف. دازل دق الجرايف. دازل الجرايف الجرايف جرايف 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 يفيدك يفيدك جرايف. رايزر عنده فوت نعم نعم ولكن رايزر باقي 63 دمج مو كلش هوايه يعني. الله على البلوك. الله ونايس تورنيدو نايس تورنيدو يا سلام. الله عليك الله عليك الله عليك. و سنتاور ما عنده بلينك، هل سيجوز فاكيوم؟ ولكن الفاكيوم كول داون. اعتقد الفايت طاولت اكثر من اللازم اعزائي المشاهدين. ايه مو بس هاي انا توقعت الداير راح يمسحوهم للراديوس. يعني ما هو السبب انه ما شفنا الجرايف؟ هل انه الاول ما ديستربتر بالجديد يضرب سايلنس؟ او لا 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 البينك مزين داسه داسه خلاها على جرام ستوك. نعم نعم يعني بعد تابع غير جيد ما شفت الجرايف. الجوكر الان وصل على مركز واحد بالنتورك همين سايف ستيلر او سارق الارواح. راح يسارق الحياه بالفارم. اي سارق الحياه يعني قحطن قصدك؟
يعني يتقحطن يتقهقر نفس الشيء، يعني يرجع الى الوراء لانه ما عنده فارم ابيليتي. نعم نعم بالفعل بالفعل زميلي، تقريبا الانشنت جاي يطول بها فوق العشر ثواني بهذا الستيج. كان دان المندلاوي وجهة نظر حلوة. بن يعني عنده دومبوغين داك سير عنده جريمسون دي حال يجيب بلينك وزياس مضروب بالقندرة. وتصحيح عن معلوماتك يا أخ لا تقول قندرة. العفو العفو أنا آسف أنا آسف، مع احترامي للاعب مضروب بكاف. صحيح التعبير المنطقي الوحيد صحيح. بلوعي انا انصح تخلي تاتل بس ستريم، شلون ان الاحداث الواقعه في هذا الستريم خياليه ولا تمد الى الواقع بالصدى. مريت الاخوان ياخذوها فرفان اونلي، انه يعني ما قصدنا ما قصدنا نحكي على اي احد شخصيا مع عدم يعني قصدك ما يقدر يعتبرها شخصية. ايه ما يقدر يعتبرها شخصية. انقاذ جميل جدا بالفورس. وعزام مشاهدين انا مبدأ ادخن ما اقدر اباع الجيم بس اقدر بس اعلق. شغلة عندك بزيوس يمشي على التورنيدو ما يقدر ما يفلت ولا تورنيدو كلها يجي هم بي. هل رايك كانت هاي وورك اللي سوى هذا الكومبو كله على ربطه انه زيوس؟ هو الميد بس زيوس مدى ولا سحر السبورت. هو هم سبورت ترى نتورته 6000 نقميه. انا اعتقد هذا زيوس دي مخلي الجايد مال رابت. هم برايك كم كان دقيقه 3 يم التور؟ لا بس كان دقيقه 3 يم العشرين ما ادري ليش، بس مخلي الجايد مال رابت وده يلعب اعتقد. اي صح حسن ترى هو مو قايد سهل ترى مازيوس. لا ما اي واحد يجيبه طبعا شرط بالعربي كاتب. اي كاتب البرو كل تيم ياخذ اثنين ياخذ روني يعني ما يخاطر انه يروح على روني مال التيم. بس انا اعتقد اللي كتب الجايد يعني رابط مساعدة قحطان. يعني قصدك مو سهل واحد يسوي واحدة هيج جايد؟ المهم لا جايد كله صعب. منو قحطان سايلنسر؟ ولا مو مسهل. لا 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 رابط مو مسهل ترى حسن ترى مو بسهوله يوافقون عليه الدوتا وولف مال الدوتا طبعا. يعني هاي لازم عدك واسطه ويشوفون لعبك مستمر نفس اللعب. يعني هو ترى استمر هذا اللعب رابط اكثر. انا ما اتفق وياك انه بس يشوفون الجايد نازل رابط راسا يسوي له بابليش. هو ماكو داعي يسوي له ريفيو او شيء اكثر من مره. يعني عفوا انه هو لاعب قوي مو لاعب يعني انا اتوقع هذا كان يسوي له بابليش يبكي وينزل بي. طبعا هاي الشغلات ايموشن كلش كلش ايموشنال. والجيجار اعزائي المشاهدين متى تخلص؟ تك انت ما جاي تدخل جيجارة سوبر سوبر شن؟ هاي الجيجارة مال اج دبور اللي ما تخلص. لا شانتك هاي الجيجارة اسمها الحمراء طويلة بسوريا. لايف ستيلر دخل انفست داخل دارك سير دارك سير استخدم السرعة مالته ولكن مع الاسف بالاتجاه الخاطئ. حسب النقرة حسبيها على أكثر. نعم نعم بالتالي يعني لاعب 7000 رانكي ما يعرف أن هم جايين عليه من بينه قاعد يفرم قاعد يفرم. يعني ما كويش هي هاي شو يسموها قاندال حركة لا لا يسموها حركة الضفدع المنيوشي. هاي الحركة شوية صعبة يعني ما يتخيلها حتى لو رانكك 10 مئة ألف. حلوة حلوة هي شوية حركة صعبة يعني حركة يعني كان عنده 10 ثواني النقل تيفي واقف ايموشنال. بس هو اللاعب لا حتى لو قوي لما البطولة يصير تحت الضغط ضغط خاصة هو خسرانين الجيل الاول خاصة بطولة عراقية وعليها يعني تدري البرايز بول كلش عالي مالته كل لاعب بيت واركاني. والبيت بالكرادة يعني مو بال ياسين عود مال مال شخاط. اي تقدر تقول بس اعزائي المشاهدين احنا ما ننسى شغله كم سنتيمتر البيت؟ بكيف انه هذا الكتل اللي اكلود داير كله وفرق نت ورث 2000 بس يعني معلوم انهم عندهم زيوس ما عند اي فارم ولا اي شيء. واللايف ستيلر راح الانيوجوال بيلد هذا بوزيشن طاها جاكيرا ومو مد. اي بقدر اسوي وورنينج بانش جاكيرا انكمينج. الله اسمه من هذا اسمه زين السبورت مو هذا
طبعا هي هاي دائما انه السبورت يضحي بنفسه حتى الكاري يصير له سبيس يفرق. اي انه مصرفوا على سموك لو مصرفوا على سموك ما انتبهت صرفوا عليه سموك صرفوا عليه سموك. شنو البولد البولد بار الكينج الاسود كمل عد انت بار الملك الاسود كمل عد انفوكر البولد مال لايف اي 13000 البولد البولد مو ال البولد ها يشيل باشر ويكسبه حرامات كان لو طالع ذاك البولد كان خلاص الجيم سهولة. هسه هو شنو المشكلة حتى عد لايف ستيلر بعد لايتم واحد مثل 6 سلوتي وراها لا لازم لو يخلصون الجيم لو يبدي يغير ايتماته ولا يبدي يغير ايتماته يخسر. اوف والله جابوا نزمو هي هاي ال وينك تدري ويقدر بسهولة يفوت للوف بس ما استخدموها هلا استخدام بمن يذكركم هذا اللاعب اللي في السبورت هو كاري ويموت يمكن يذكرنا بيك بالضبط هذا ما كنت انا اقوله الله كان دار بس عاد اقدم انتبه عليه انا سام شغله عندنا خلاص الميد انفوكر و يعني شنو السبب انه زياس لوش يخاف يطبل وول لا لا شنو السبب اوه انه انفوكر فتح بي كي بي وبس ياكل كل شيء رايتك حلو عندنا قريب جميل من اللاعب العربي الاجنبي ديما فلود القدم 37 مره خلال الفايت او سنتار يضربهم رافيج قبل سايلنس لازم ويميك هاي كل الزينه رائع جدا من سنتار الفايت هذا والفايت طبعا هم ما كانوا لازم يتعاركون لانه ما عندهم كاري بس همنا مو اسوأ شيء ان كتله ويندو كاري زميلي حلل لي سبب الباي باك على ما تاخذ باونتي ورثت لا لا هو بوزيشن 5 يعني حتى اذا اشترى مو مشكله نعم نعم واتاكد اكد اركيب واعتقد جريم راح يودع انقذ دزل وهو ما في بداله هذا اعتقد انقذ اعتقد انقذ دكريب مع جنجل احسن مما انقذ نيمار والله لعبها لعب شنو هذا المس كوميونيكيشن اللي صار؟ انه انقذك وتنقذني نلعب هون يا ختيلا يا سلام كشمشني كشمشني يا حسين سوالهم كشمشني بيستي 2K 7 مانجوز ليش اشوف انه يوزلس واحد يجيب فايت ضد زيوس لانه هو زيوس سبورت يعني بوزيشن فايت ما راح لو جايب سميني سميني اكو سلاح سري اسمه اولد بانشر يعني اذا موجود هالجيم انا اعتقد الجيم ما يطول اكثر من 10 دقائق وهذا مين يستخدمه هسه هالورقه الرابحه اللي التيمات العراقيه يعني هسه يقدر اي لاعب يشتريه بس نعم نعم كلش غالي مو رخيص سبب انه زفندا يفترض جنجلهم وحده ليش؟ تبعي حسن يعني هسه حسن تلاحظ انه ميج رانك 7000 وماريو رانك 7000 بتلاحظ فرق باللعب لو ما تلاحظ طبعا ابدا انا شوف نفس اللعب ترى طبعا يعني التاتش اذا شلون هذا مثل شو يقول وثبوت الشيء لا ينفي ما عدم يعني حتى لو هو سوي هيك شوي ولحظه ويفتحهم بكيبيات الكرات حلو جميل اوه وسارق الحياه ياكل طفله الكوبا براسه وفر حفرها لقى حفر ما تقول واجلمر كيب هل يوجد سنتري نعم يوجد سنتري كومبو كامل يذهب هبار ويلحقون ستاور وسنتاور يموت وترايد وان واحد بواحد وصار انيمال ابيوز ناتشورال سيناتور ولكن اعتقد ان الفايت ورثت للداير لان شارجات اثنين مال دي كي بي راحت رايكم الكومبو كان ان السيناتور يقمز ويضرب ستاند والبوكر يضرب كالكلزم هيك كان الكومبو حسن من نو كفر كومبو الاخر بس اول شيء انه بوكر قبل 19 بعد ما صار 20 يعني هو يعني اسمها كاتالزم مو كالكلزم هو انا ما ايش اسمها طويله ما ادري ايش بالعربي سترايكات يعني نعم نعم بسهوله تصير اسهل هجمات بس انا حبيت اصير شوي يعني مثقف حتى مثقف غصبا ما على اكبر واحد ظلي دهب الله يحفظك ويخليك
شباب يعني نطلب اشتراك قناة بلوعي خاصة إذا تحبون تابعون هايلايتس مال طه التميمي، هايلايتس مال حيدر النوني، هايلايتس مال بي او دي، هايلايتس مال العراقيين. هايلايتس زر اللايك والسبسكرايب ولا تنسى زر الجرس. وعندنا جايدات كثيرة. زر اخت قندال هم لا تريد الضغط عليه. عندنا جايد انفوكر قاعد اتحسن، عندنا جايد كونكب قيادتي سنايبر وماسكر. لا جايد ارشكر حيدوري. اي يابا مو مشكلة، كل واحد الهيرو ساعدنا. ساعدنا انت، انت تصدر الجايدات بثلاث هيروات عادي. عادي يعني بس عندك قال اذا سويت اذا زيدت السبسكرايبات 50 سبسكرايب عندكم العب ستورم جيم بخاطر بس حسيت شباب شباب هاي قدامكم اذا 50 واحد اشترك اليوم بالقناه ننزل جيم 5 بارتي بلوع سنايبر اني ميبو داندال ستورم حيدر اير شيكر حيدر اير شيكر وبيستي اي هيرو فاجينا فاجينا كما كاتب فايت شكرا يوجنا في السينر يجيك هديات خمسة بعد جراند دفع راح بس استاف بلالتي نزلت الكتر كارثة كارثة ولا لايف السينر ولايف السينر كتلة يلا يلا حتى و... اذا عاش ناس ورثت الكتلة و... بس هو ماشي كله حرامي لا رايجن 2 سكندز تلحق حلو والله حتى يعني فكر بعقل انه مو مهم حلو والله حلو عاش زين زين و تصير الضحية هل الفايت ورثت؟ انا بالنسبه لي احس اذا اخذ وراها شارع وراها راكس يعني لاعب جيد من تيم شو اسمه تيم هذا عراق زون دون المنطقه العراقيه يفوز الفايت ويروني كتلوني كبير زميلي غاندال متفقين هم بيها كبير او ما بيها؟ بيها كبير بيها تورات وبيها سيطرة تغيير 35 حسن عندك خبرة بالسود الرافدين والنمور عنده خبرة بهذه اليوم من واحد يقص الويفيد الشباب طلع باكر اي هاي 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 قبل انه كان اذا واحد يقص الويفيد احنا نسميها سيطرة يعني صمت سيطرة التورة التورة يستبعدوكم من الهدف ويطلعوكم بس اذا هم هم عندكم التيم الخسران يتفكر في الشاشة حتى ترست الحاسبة اي ها صارت في يعني شخصيا قاعد داتشر اكثر واحد يسويها لك هي القاعة ما تشان ادري رضي الله اساس ما حيعطل لعنه الله عليك هسه لاحظ انه راح يصير 6 لو او لا لا راح يجيب احس كل شيء كلش جريدي وما راح يصير عنده اي دمج ما راح يصير عنده وبس اللي لازم يموت هسه هو تانك زين عنده فان هاي زين بس المشكله يعني ما هو يعني اجيب بلينك سولو كاري وزوس كلش بعيد بس انت لا تنسى انه التيم ضده ما عندهم كاريات يعني واو بالليت جيم هو رازر شلون تعرف الجيم جي جي بس مع زوس شخذ يا تالنت بس مع زوس شخذ يا تالنت من الكل داون جميل جميل اعتقد 1% من اللاعبين يختارن هاي يعني 1% بس اكو ناس ياخذوا يعني عنده فكره يعني اكو اي جزء اذا يريد يلعب اوكي لا جزء يريد ياخذ بوسترافل وينقل يروح يشتري من براحته ايه قدرت السفر اي قدرت السفر كل شيء اتوقع يعني ترى اللاعب السوريين مو قليلين يعني نمور بعد اي نعم نعم دارك سير يعني هسه هو طابوقه بس ما يقدر يطفر وراح يطفر كل شيء يعني صعب انا اعتقد لازم سفني حول كاري اي لان هو هسه ما انا انا اعتقد اعتقد لو هذا سفن طاها كان هسه ما يداس عنده كان سكسس لو سفن يا طاها يصير كاري قبل كاري كان هسه انا لايف ستيل لان توفي السلاك هايدر طاها وقدال بالليل قدال كاري ما ادري كان سلارك يمكن السفرت مالته ناقي قدال شو عنده بروتين وانده ها وانده مكملها طاها شو عنده عليك بس عنده تفكير يعني عنده تفكير بالجيم يقرا المستقبل يقول انت ما تصعد ما تصعد ضايع عبارته دائما يلا يا ما تصعد يقول له
يوم ان ابوك يقول لك انت ما تنجح ما تنجح. بالضبط. المفروض واحد يكون شيء لابوه يضربه بالنعال على الاحسان. تسجل انت حالك خلاص. كلمه حق تقال الايتم بولتس مال راديانت كلش حلو، بس انا افضل بصفتي قل ما يمدح حسن بصفتي لاعب قديم مال جراكس تراك بس المفروض يجيب ايثر، بس هذا مو لا يتقرب ويلزم. هم هسه الحلقه الاقوى يعني بعد نمبس ما بيه ستان، بس قد حلو ما تبدي. او ويرجعون رايزر للتير 4 ورايزر راح يخسر ايجز وباك رايب. الله الله عليك يا ميمار، الله عليك يا ميمار، الله عليك يا ميمار. فورستف عندك، لكن فورستف كان صار له وين وها لوت لقريب مره اخرى. يا سلام يا سلام. ولكن طبعا كما تمنينا راح يصير جيم ثالث على كتف. نعم نعم، المتعه احنا نريد المتعه. اعتقد هذا الجيم كان لازم اروح اسوي شاريه لل انا خلصت شاريه مع دوسف يعني جد جيم بعد. اوه ضربه شمس جدا حلوه ويسمكون ويركضون وراهم يحاولون و لايف ستيلر يطلع على القناه وهم طلعوا على محمد القاسم. راجب العشاء ولايف ستيلر هسه يفكر يفطر منا بعد انه وصلوا للبيس. هسه لما يصير ليفل 25 يصير عنده ثاني تيم اكسترا ريد. اعزائي المشاهدين اذا تحبون تسمعون شعر ترس وجه الحزن من شفت زوس مطور الكول داون. يا سلام. الله صح لسانك صح لسانك. الله عليك يا زيوس. يسوي بس ثاني معه. من اللي تشوف انه اكثر هيرو امباكت بالجيم بكل الطرفين يعني؟ الراديانت ولايف ستيلر. لا والله انا اشوفه بعلاء الحداد خش ليه يلعب. اها بس ما ادري يقدر يعني يسوي وايد. ايش يسوي؟ اتوقع اذا يجيب اجننز اكو امل لو بعيد. اكو امل بس يجيب الاجننز هو خذ الفورس ستاف ملك الاخوان. حصل ضربه مزدوجه. ضرب 20 ممكن يصير عنده جيبن. اه ذهب بالدقيقه. لايف ستيلر عنده. هل تتوقع انه راح يحاولون يستغلون هاي الضربه المزدوجه؟ يعني انا مدى اشوف ليش لايف ستيلر يجيب اوركيد وهم كلهم بكيبيات ضد، ليش ما يجيب نول فاير ودبل سموك. دبل سموك طبعا لان هذا حتى اذا فاته ويم هيرو بس واحد ينكشف. نعم نعم اثنين فاول اثنين فاول و با 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 هسه هذول شافوا زوس واحده قالوا شنو. اوه هسه هاي باعتبار هم جاي يسوون هسه يضرب قبر على روحه ويجب ان يفتح قرد الاسود ملك البارات ويفتح القرد الاسود ملك البارات ولايف ستيلر يروح يحاول يقتل سنتاور وينزلون التي على سنتاور. هل هو ورتد؟ لا قريب قريب. يا سلام ولايف ستيلر حاير. الله عليك وشراء على الخلف من جديد ويجي بوكر يجي بوكر افضلهم يرجعون طبعا ولكن ما اعتقد لايف ستيلر راح يجي. ستيلر هاي كلش لعبه فاول من عنده. نعم نعم كان يقدر يرجع كان يقدر كل شيء يسوي بس سيوس ما ماخذ الستان. هاي الهايلايتس مال الجيم اعزائي المشاهدين. لك والله دارك سيرد يسويني شيء كلش خرافي بس ما ادري الحق دسر ترى طلالتي عليه. نعم دارك سيرد عندهم بي كي بيات هسه مو كلش افكت. المفروض يجيب سبتر. اي الا يجيب سبتر بعيد هو سوى كيو للسبتر سواه بس بعد وين وفرع سبتر قال له يجيب سبتر بس اذا صار ليفل 20 ممكن يصير قريب السبتر. هو بعد ليفل 20 تقدر تقول لا تقول تفلز يا بيدي قال بعد لبسك و بعد لقحطه تقدر تقول. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. التور يوقع التور يوقع التور تكيد ولايف ستيلر يسوي باي باك. مفتوحه للتيم الراديانس صار لها ساعه مفتوحه لسرايدات من جاندال لان راكس الميد واقع يعني سرايدات مفتوحه. لا اعرف بس اذا ياخذون هذا الشراين الفوق حتى روشان يصير اسهل لهم. نعم نعم حاول تلزقها واكو هيست وبوز من سنتاور يكتب سيك. اتوقع تكتيكال. هذا تكتيكال لا تكنيكال. ابو السيك هاي اذا واحد اسود يسموه ابو السيك.
شباب احنا يعني للاسف بدنا نسوي ستريم لان الستريم الرئيسي مال البطوله داون ما ادري ليش رجع صدق كم فيور بس حيد الصغير يمكن والله حيشوفوه على الفيسبوك لو على ايش كاتب لا يا بدعشك وش بيك لا والله والله شفاك يمكن رجعوا الستريم الاصلي لا تسوي دعايه ادفرتايزمنت فري ادفرتايزمنت لذاك الستريم والله عيب عليك بالله عايش كم مره كاتب دوت تو ما تقول لي شباب قولوا لجماعتكم تعالوا هذا الستريم بدا يطلع لي انت مسوي بوست دوت تو 35 مره والله دوت تو اخو بكو بوست لوحده كاتب دوت تو ايه هو 35 مره كاتب بس دوت تو باوع 32 من تقول 33 من تقول 34 من 35 مره بتقول افصل خل عدها طيب يا شباب قلب الجيم بعدين مال زبل بتوقع انهم قلب الجيم ولا هاي لو تسولف ممكن لان هسه البكيبيات كلها لو يعني تتوقع افكتيف ايتم ممكن انا يعني داقرتني لحد الان مال كول داون ريدكشن مال زوس هذا اليوم سي اس جو اليوم جايب لعب جديد لا والله واحد نازل وياك كان كل تراس انا كان كسرت ايتماتي لا يعني واحد ياخذ هاي لا ما اقدر انكسر انكسر يعني سابك ظفر انقلع ايش فيك؟ تتوقع احسن الايفيشن ياخذها لايف ستيلر لو الاوبن ووند 50% لايف ستيل وينها؟ ما راح هواي احسن لا ال20 صحيح تشوفها لو غلط والله اتصور الاوبن ووند بس ايفيشن هم زين اذا ما حد يجيب مونكي قباله يعني اثنين هنا اوكي هم صحيح يعني عادي مثلا اتاكي ايش اخر اتاك لك بتلوي ويجي بس لايف ريزر شو تقول ياخذ 25 اتاك سبيد 100 لو زائد 200 دمج هذا للليفل 3 مالته هم اثنين حلوات بس اتاك سبيد احسن لان هو عده ايتمات ويقدر يبوق هوايه باللايف ستيلر اي 100 اتاك سبيد يعني اثنين هايبر ستون تقريبا هايبر ستون ايش قد تطي؟ يعني مون شارد 55 مون شارد ما دايسها لا المون شارد تطي 144 يمكن 120 المون شارد يمكن لا هاي المون شارد بونس بونس 200 مو؟ لا 140 هايها 140 اتاك سبيد قال حبيبي احنا معروفين احنا رب مال فيد زين احنا ملوك الهيرالد اقدم لك اني هيرالد بكل الهيروات ديفاين بهيرا واحد بس اقدم لك اني هيرالد بكل الهيروات ديفاين ولا هيرو انا ما يحتاج اقدم نفسي لاني كل العالم تعرفني في طبعا غني عن التعريف عن التعريف وانا واحد انا لا صدق هذا تلعب سي اس جو تريد العب وياك العب معلق على الدخل اتوقع هذا الشراء الى الخلف راح يرجع الشراء الخلف اوه جدار برلين اتوقع هذا الجدار نفس اللي راد يبني ترامب بين امريكا والمكسيك نعم بالفعل جيش من اللوجنات جاي تلفت وراه و يعني عندك 5 جول تروح تعرف وين اللجنات لحد الان ما اقدر افسر ليش رايح نلعب باتل كاب تذكرت انت ويانا هاي من رايدن كان نازل رايت كينج مال ديفاين موجود من لا لا مو ما ديفاين مال شو اسمه من هذا وياه يقول له سكل ثري سكل يقول له جاتن داس يقول له برايس ات نوثينج اب وكان دايسها من ما عنده شارجات كان يكبر على اليوتيوب على اليوتيوب على اليوتيوب فين فين نتفرج؟ ما مسوي سبسكرايب؟ سوي بس فرمتت وما مسوي لوجن لوجن بس اعطيك اياه اخوان لا تنسون الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد ومفيد من بلوعي
قناة جيمر مشهورة وكلش جميلة قناة هذا بلوعي. يقولون تشوفون بي سي اس جو بس ينزل فيديوهات علينا الفيلات مالتنا الله يخليك. مو مشكلة مو مشكلة. تشوفون فيلات يعني من صدق ناس تكسر ايتماتها كل شيء تشوفون بهذا. شباب عندنا ناس تفيد لما الواحد يجون. عندنا مرات كاستنج مثلا للليج مال كاونتر سترايك من مثلا طاها وحيدر وبيستيد يلعبون واحد ضد الاخ. هاي لا تفوتكم المتعة الجميلة والشيقة. وبعد ايش عندنا كونتنت والان لاحظ يا اخوان كبير مهم جدا وش وضوح فجاي حبيبي عيونك الحلوة كتلون كبير. اعتقد الجيم يعني الفريق العراقي رايح لاحظ هنا زفن ده يصفن ما اعرف ليش ده ياخذون روشون اتوقع راح يتدخلون راح يتدخلون الجيم غلطه كان انطفص ولكن لحقه وكل شيء يسوون روشان دم قليل وكتب زين تربل كيل اعتقد انه تحدد الجيم راح ها هي لايف ستيلر عايش وزوس يدق تي في عيني عينك يرجع البيس اتوقع كل مشكلة لما مستر بلينك لايف ستيلر نعم نعم واخذوا الايجز واخذوا التشيز راح يطقون وياها بيض ويطلعون للبيس والله تدري هو كلش يحتاج ايش اسمه تدري كلش يحتاج لايف ستيلر ما يقدر يصير ليت جيم ما يقدر ايش قد ما راح يوصل يقتلوه اعتقد اخطاء الداير التالنت مع زوس والاوركيد بمكان النولفاير خمسة كان يقدر يقمز على رازور بس بس يصل خلنا نولفاير وريد يقول ايه وشالت الراكسات ونحب احنا نشوف متعة في جيم 3 راح يجيبوا لنا آلات ويسوون جوال يلعبون طابة بالقاعدة مال مال داير الله عليك يا الالتي وابو علاء الحداد حاير لينكن هواي احسن لينكن هذا لينكن كلش قوية ضد لاعب محدد بدون ذكر اسماء لينكن كلش ايتم قوي لا وقوية ضد هاي الستات لينك نعم نعم مو بس ستاتيك لينك هي قوية ضد اللاعب كله طبعا لا هذاك بس هو اللاعب مو موجود لا لا هو رايزر نفسه اصلا هو اي صح صح يا سلام يا سلام الله 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 ويصعد بزوس ويطوب هاي السوالف هاي يعني ما نقدر نسويها احنا كمعلقين هاي بس اللاعبين البروز يقدرون يسوون هاي الحركات احنا عندنا الرياكشن تايم مو هالسرعة مين راح يشارك لنا بالفيديو التحليلي ورا اللعبة؟ فيديو التحليل عندك حيدر وبلوعي لازم نشوف ال بدا ينقلب ايش فيك؟ ما ينقلب ليترلي يعني حرفيا وضربة زهرة الاوركيد والترا كل وراح يضرب رامبيج اتك بلكي تضرب باش يعني عزيز المشاهد لو جاي الدوفك كان دور اعتقد هاي ما بي الجيم وكريبات ميجا ين ما عندهم باي باك وعزوز جاف ريفرشر يضرب اثنين نيمبس بس ما بيه نستان انت تتوقع انه هسه لايف ستيلر بين ما يوصل للبيس مالتهم كل الهيرال طالع الرايدنس كلهم طالعين بدا تسمع بدا الدقر يقول له داكسير ممكن تستعمل التي هاي مو اخلاق العراقيين مو اخلاق العراقيين هاي ابد ما متوقع ابدا من لاعب بمستوى عراقي دبل كنت تتوقع هالشيء استاذ حسن؟ شنو؟ عراقي دبل يكتب للدارسير اللي تقدر تستعمله انت تتوقع التهديد اخلاق من هيكلاك؟ سلام عليكم وعليكم السلام ما توقعت اخلاق يعني صراحة ها بيستر شلونك؟ لا حبيبي بس دقيقة هذيك كان دارت تلعب لا والله قاعد اشوف لعبة مال دارتا صراحة بس ده سبب تمام ما شفتها نلاحظ الفايت انقلب الجيم يمكن انا ما اعرف ايش يصير
فوكرا دوس باي باك. محاولة جيدة من التيم السوري. وزيوس حاضن ال الميتيور حاضر التورنيدو. دارك سير ما ماخذ الزائد 150 ايرون شيلد. هذا الايرون شيلد كلش قوي. ولا واحد بيهم عنده واي باك. اتوقع الجيم جي جي. لا تتوقع ولا تختار الجيم انتهي. حتى اذا ماتوا الريجنس عندهم باي باكات كلهم. اعتقد لو التاور يقدر بس يوقف التاورات هي اسمه. اعتقد لو يتقابلون لا تستر لا تصير يشيلون الفورتين يخلوها نايم ليشن يصير في مجال البيئة. هم صحيح. والعرافة المنظمة يحاول يهرب من الكتف مال وسارق الحياة بضربة دوخة. ولكن النمبس يعني ما تدوخ ليش زميلي تعتاد والله شبلت انا دا قلت بس انه لاش كذا كل شوي ينبغي منه دمج كل شوي وما يستعمل البلوك. بس هو هو رايزر ترى الكاونتر ما بلاش استيلر يجيب لينكن. ممنوع لينكن محرمه دوليا انت شبيك. كلام جميل. كم باك جميل للتيم العراقي. طبعا هسه نافي والاينز جاي يلعبون بس ايش اسمه نقدر نحاول نعلق عليهم لان تقريبا نفس البطوله هم جاي يلعبون. طبعا شنو تقول زميلي نافي والاينز جاي يلعبون. حاول لنا ستريم على نافي والاينز خلينا نعلق عليهم بين ما يبدا جيم 2 زميلي المخرج. نعم تم تحويل الجيم. نعم نعم زميلي المخرج اعطيني هاي الاغنيه المفضله مال بيستي. ثواني احط مخرجنا صاير بطيء. كان قبل ثانية واحدة. Do you love me? Do you need me? والان مع سؤال المليون مع محدثكم مقروز. من المتسابق ويانا يعني المتسابق حيدر الصغير الملقب النوني في برنامج منسر. اعطينا موسيقى اعطينا موسيقى انترو بس هو كبير وانا النوني انترو انترو مرحبا بكم في برنامج منسر 40 مليون مع حيدر الصغير الملقب النوني ملك السيتشينة. حيدر الصغير وصل ويانا سؤال المليون بالحلقة السابقة للأسف اضطرينا ننهي الحلقة لما كان الوقت والآن نروح مباشرة إلى سؤال المليون. الله سؤال المليون حيدر الصغير ما هو سبب خسارة الدائر؟ الخيار الأول زيوس. الخيار الثاني ديوس. الخيار الثالث ديوس ماخذ الكول داون. الخيار الرابع لايف السيلر. ها الخيار الرابع من قال ده دازل كلش قوي وما قدروا يسمي شيء. زين شنو الخيار الوسائل مساعده؟ للاسف استنفذتهم بالحلقه اللي فاتت. ما عاد حتى راح نحذف لك اول اثنين زيوس. ماشي بقى زيوس ومنو؟ و بقى لك الكول داون مال زيوس وميمار كلش قوي. اذا نقول انه غلطه لاعب ما راح تفرق على غلطه جيم. انا اعتقد انه ميمار كلش قوي وهذا جواب نهائي لان ما اعتقد اكو لاعب مستواه يعني. جواب نهائي؟ اي جواب نهائي. تثبت انت تدري بروحك تقدر تنسحب هسه وتاخذ شيء سحب السفايف؟ لا تفوز تفوز المليون. طيب تفوز المليون ثبت ان زميل المخرج حيدر النوني من العراق للاسف جواب غلط وجواب صحيح انه التيم ضدهم ما عنده لينكن. أه
بس سؤال لصديقي حسن، ليش لعب ستيلر بهذا الجيم اللي هو كريستولايز جايب رايدينس وميداس؟ هل لايف ستيلر السوري يعرف اكثر من هذا لايف ستيلر؟ بالفعل بالفعل. يعني شوف هسه يشبه لك اياها شغله. اوكي اقول لك شغله هسه مثلا ايش اقول لك؟ اخلق عنك هسه كايا وياشي الاير شيكر اذا تشوفها بتي اي تين شو تقول؟ صحيح صحيح طبعا. فحيدا سابقهم هسه تشوفها بتي اي تين. يعني انا حرفيا كنت اسوي هاي الحركات قبل هسه قاموا يسووها هسه. طبعا يعني انا كنت بلور كرافت تسوي هذا الكومبو مال انفوكر طيره نيزك دفعه هسه هم يسووها هسه. يعني بس فارجس فرت نسيته مع مصطفى المصري. مصطفى المصري بس عنده مصطفى المصري لاعب لا يعلى عليه. يعني ماكو مركب ماكو اي لاعب بالدنيا يقدر يقود مصطفى المصري. يعني اخ جاندال يعني ما تصدق قوته. انا اتوقع اذا شطوا جنسيه عراقيه بس حتى يقدر يلعب بالتيم العراقي. هو احنا ويانا تعليق من الاخ رابط يقول كاسترز اكبر من ميركل. مع العلم انه رابط كان يلعب ويا ميركل بنفس اللان بس ميركل كمل ورابط ترك توجه لسي اس جو. ويعني لاعب عظيم لاعب عظيم. تدري فارد. تدري مصطفى تدري حسن تدري مصطفى هو جنسيته مو عراقي مصري غير مصطفى جنسيته كندي. لاعب كندي لاعب كندي يعني واصل مستويات عالمية رانكات توب توب 1 توب 2 كلها كانت هو منه. يعني نزل فورت سبيريت ما يقدر ينزلها الا يسوي حركة لازم لو يطير لو ينقل ما يقدر ينزلها. يعني فورت سبيريت ما يقدر اشيل لازم يطير روحه يلا نزل. اتصور اتصور يعني كان قوي بريو ماستر همين كلش قوي. يعني اتذكر هو سوى لقطه كلش قويه كان ضرب سيل سترايك ما جت لي فطلع فورد سبيرت وضربت الاقشي مرة عليه هيرو ضده. اقول له ذاك اليوم هو يعني هو هي الكومبو شنو كانت انه هو صعد بالتايت عده رفرش وعده شيبه جاندال قمز مدس دس الرفرش. يعني شوف شوف الذكاء الله متس وقت بس يمكن انه يجوز لي السادس الاول تخلص المانا ما عنده يدس الثاني. يعني هيك شوف شوف القوة انه قمز اوتي ما ضرب اوتي ضرب شوف فرش صراحة كل شيء خسرنا الفايت خسرنا الجيم. عندنا بلايز من لاعب عظيم يسمى بيستي من يلعب نجمة قمز بيدق البي كي بي بس يجيبها خلاص الجيم ومدى بي كي بي 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 اكو هيروات تطيك دمي تدري اكو هيروات البي كي بي تنداس اليها ولا طبعا طبعا طبعا. اكو لاعب عظيم يلعب سلارك اسمه طه التميمي مره كان ماخذ سلارك وهم داس البي كي بي الجيم كله ما خلص الجيم يلا درى انه هي بي كي بي عباله انه هو مشتري يون ديسك. طبعا يعني منو بعد الارض اعطيك فد اسماء هم من عظيمه بهاي السوالف. يعني ساعدنا لاعب عندنا اسمه بدون ذكر اسماء كان يجيب الميبوات انت واحد. هذا اللاعب بي او دي العظيم ذاك يتيم بل خطايا ذاك نسيته مرة ان شاء الله. بس كان اكو شوية تحكم اكو يعني اكو شوية تحكم بس شنو هو كان عنده فكرة لما النساء يمروش يعني يشوف الناش وقت نطلع سكاوت يعني اي اي وارد تبكر هذا زوس هيومن وارد هيومن وارد وقت كم وارد يسوي مو بوكش يسوي بس كان ماخذ الستان اي يعني وهذا شوف هذا الفكرة انه ذاك هيومن بوت اخذ الستان وكون انا انسان توقعاتكم للجيم الثالث ما دام انه جيم سعادة انا اقول على البكات اذا اختار البكات يعني الجيم اوكي على البكات نبي نسوي بريدكشن مستوى اللعب يعني زين والله حلو هاي السوالف وبلوك وما ادري شنو هاي زين يعني وسارجو من الزميل علي قدال انه يقول لنا من يبدا الجيم لان انا ما ضايف ولا واحد بيهم ماشي ماشي بسيطه انا ضايف اللاعب المحترف ميمار وهذا انا خلي اشوف اللي ضايفهم هم يمكن مسحوني ورا الصور يسمعون التعليق بعدين مسحوني بعدهم ان كابتن مود لوبي لوبي لو بزالي باللوبي يعني قالت اخونا حسام الكرادي الغائب الحاضر طبعا ذكر هذا اللاعب استني كنت تحت وياه كان اقوى لاعب بايو حسام صالح لا 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 مو ايو حسام الكرادي اقوى لاعب دارك ويلو اقوى لاعب ايو هو لا قصدي ولا ذا كله هو لاعب بشامان مرة حصرهم بالحياة ها مرة شي يسوي هو جاي نفلت احنا احكيكم هاي الفقرة على حسام لاعب كلش قوي جاي نفلت احنا بالليل فزرع شجرة حتى يسوي لهم ظلمة كان يكسرون الشجرة وناتشوا خواتنا اثنين زين 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 اعطيني موسيقى مع السؤال هيدر صغير تلعب مع
ما يجي على فاينلز بس شنو الموت سنجل كرافت زين وانا عندي ثلاث اختيارات وياك بالتيم ماشي ميبو انفوكر بريو ماستر تختار لي احذف اجابه ما كنا عايز احذف تحذف فوكر احذف من يمك وحده احذف جرن ماكو جرن هم ثلاثه مو لازم نحذف عندنا الاحتراف اوكي يلا بقى دوري ثلاثه اني ايش قاعد عندي دقيقتين ولا دقيقه عندك نص دقيقه شوف عندك اذا خلي نقول انه انت اخذت انفوكر فانا شفتك انفوكر خلينا ناخذ ميبو انا شفتك بميبو من الاختيار الثالث كان بريو ماستر ماشي عشان بريو ماستر لاعب عليك انا اختار اتوقع يتراهموا يعني الحسن يشرب بريو ماستر بريو ماستر اقول اي باللعب متاكد شارب العرق زين اوكي قبل ما تجاوب جوابني ها راح اطيل ابليتي البلوعي يحذف لك واحد يلا احذف لي بلوعي هم شنو شان الهيروات؟ بريو وميوبيو وفوكر ودوكر فوكر تم حذف فوكر اها وقف بريو وميوبيو؟ اي نعم والله انا نفسي رجعت اي متاكد انا الكمبيوتر شنو متاكد؟ مو بلوعي بلوعي مو تو يلا بالتيم بس ركز ها انا وياك بالتيم؟ ايه برو انت سنايبر حذفت برو؟ حذفت برو اي عاد انا اختار لك هيرو ايه اروح انفوكر ما اريد اجرب ميبو عشب ما اريد اشوف ميبو يعني المايكرو سكول اي لان عابد يزعل عابد يعني ما اريد اشوف ميبو هذا صاروخ العابد اي عابد ما قابل عابد شباب احنا نتفرج شي تعذرونا انه المستوى تعبان مع لعبة النافي بس يعني ننتظر تحملونا على اللعبة اصلا ما تسوى يا عاد تسوى تحملونا نشوف حسن انت اخر نازل وياي احنا نلعب انترناشنال فاينل وبقى اخر اختيار ميد وانت الكابتن اخر اختيار عندك اختيار اللي يكمل اول اختيار ستور ثاني اختيار مين انا اعتقد انزل نص عرق واخليه راندوم مو قاعد اشرب ولا احسن لا اذا انجبرت والله عفوا راندوم والله لا اوكي راح احطك شيء مثلا خلصت الموسيقى شو اسمه تضرب هيرو بان وتضرب ايتم بان هذا الايتم ما اقدر اجيبه الحين ها اضرب هيرو بان اضرب ايتم بان اي اضرب ماسك اوف مادنس واختار لك لينا اوكي يعني بلو اجابته صحيحه لو لا قصة الحلقه يعني هاي باتش اجابه غلط شوف لكم بس شباب صاحبي هسه يحكي لي طاب لواحد قال له اريد اشتري سكناتك فقال له ما ابيع يعني سكام قال له اذا ما تبيع اطببك بجروب ب 2000 يعني منبر اسوي لك ريبورتات شلون زباله كل شيء مسوي ايه المهم فراح اليوم اجى صاحبي اكونته ماكو مضروب 2200 ريبورت سكنات مسوين اليرت عليها وما ادري شنو ما يقدر يعطيك سكرين شوت للحشي طايق سكرين شوت اي خليه يحسي السفر هو هسه دي يدز وما يلغي الاكونت كلش ما يقدر يسوي باكونت لا العاب لا هيك مثل مقفول حتى صوره ما يقدر يغير واكونت مخلين على اسمه ارقام ايش قد بي فلوس هاي تمام ايش قد بي سكنا ب 700 دولار جلافز وكرامبت تايجر توث هيك من هذا واحد بس صح هذا تايجر اذا يعرفه بلوعي بلاك تايجر بلاك تايجر يستاهل عاد لا خوش بس عادي استاذ ما ادري يعني شباب عندنا عروض خاصه بالشانل مثل هذا العرض special offer get a nani conquer and win a free battle fury minute 30 and also two ironwood branches ليش ما يحكي من غير حساب على وي سبورت على حساب هو ده يسوي هيك يحكي وياهم خلي حد يشوف ده ينتظر الجواب بس
بس اكويتشي 2000 و 2200 ماذا 2400 ريبورت ما صار حيدر يمكن ما كل هالجد ما انا جاي انا مستغرب لان انا مضروب اكثر من هذا والله بكبر حيدر في 10 ليش تتوقع انه هذا فانتوم لانسر جاي يروح نيل فاير مو اوركيد اتوقع يا اللي حكي صح اكثر اعتقد لايف ستيلر كان حكي صح لأن يضرب هاي هيروات تختلف ضد هيروات مثل عندك إذا ضرب لايف بعد شي يسوي لايف كوش ما يسوي يفتح ليش يسوي يفتح رايزي ترى إنه مصير على اعتماد مو يعني كتفكير يضرب هذا يقوم بعد ما يطير يضرب من بعد انا متاكد انه هو اشترى على مود لهذا بات رايدر انا من الجوست سيتر يعني اذا يدوس شو اسمه الريج يلغي النلفاير حسن وش يلغي طبعا زميلي قندر بشوف ان الجيم معلومه بعد ماكو مو لايف هاي رابط معلق عليك معلومه جديده مو علقنا على رابط وانا احب اعلق على تعليق رابط احب اقول لك كاستر لو جلي الله انا مرصتكم شباب بس ايش بنروح بسلت الزبده شويه على التخسيس قبل راح اسوي شامي تغلوا شباب لا تبدون التعليق بدوني عذر الشامي انا اسوي شامي الان نبدي مع فقره التعليقات والاخ احمد غسان يقول يا ريت قندال يعلق على البطوله كلها يا سلام يا سلام يا سلام الله عليك احمد غسان ضيفني على ستيم عاد ننزل وياك الله ها وين تلقاها التعليقات ليش شفت على الفيسبوك على الفيسبوك اوكي ابغى من يمك تختار تعليقات شباب احنا نرحب باي تعليق سلبي كان او ايجابي طبعا ننوه مشاهدينا ضمن حدود الاخلاق وننوه المشاهدين على اهميه الاشتراك بالقناه والضغط على زر الجرس الله لحد الان بس سبسكرايبر واحد شغلنا هاي مال المقدمه مال هذه الشخصيات غير حقيقيه حاول تجيب لنا قبل ما يبدا الجيم شغلها ونبلش ان شاء الله ان شاء الله طبعا اخذ الكوست ماتك على محمل الجديه حاضر ان انت مخرجنا زين انا كان عندي هوايه هوت كيس بس للاسف بس للاسف الهوت كيس ما اعرف المشكله الكيبورد خلاص من الهوت كيز اغلبهم طبعا على حيدر شو اسمه البث مالتك على الفيسبوك انا حاطه لينك يعني على الجروب عدت تعرف ايه هذه هو مفايت هذا الجروب العظيم انا مشاهدين شباب على كيفكم بالدونيشنات لان شويه الباي بال وقف طبعا خابروني قالوا لي الموقع علق من دونيشنات مع الشباب يشكون هسا تمويل ارهاب يعني اي نعم وخبروني يوتيوب قالوا لي قولهم نتجمع كاف يسوون سبسكرايب وهم عبالهم هاي اكاونتات فيك لما تصير بسرعة نعم. كلش فيو بوت دولة اي عبالهم بوت لا تقول بوت فيو طاهر كفافيف و نافي فازوا الان مع فقره الفيسبوك ومحمد منير حط سمايل اضحكني على اللينك محمد منير احب اسلم عليه من خلال هذا اللينك واقول له يا اقوى فويد بالعراق انا احب اسلم عليه واقول له غيبتك طالت بس طولها حتى تعرف انت كل ما تزود الغيبه يزود الاشتياق اريد نشتاق لك اكثر لا تجي هسه ونشكر الاخ عدي شنو عدي ثواني خلينا نشوف الاسم وحسام صالد على سبكتيت خلينا ندوس سبكتيت على سبكتيت مع حسام شوف حسام ايش داي واو شكرا للاخ عدي على سبسكرايب جميل يا سلام عدي حسام دايس فايند ها برايفت لوبي برايفت لوبي اوكي نزلوا بعدهم اي صار هم هواي باللوبي ونشوف حسام علي من دا يتفرج على جيم هذا واحد عرفه نطلع من الجيم نوتن ما اقدر اشوفه لايف للجيم للاسف واو واتش اي وصار لايف للجيم اعزائي المشاهدين اي جيم ما هذا البطوله رافتنج فيز ها البطوله لايف
طول لايف اعزائي المشاهدين وجيم 3 والفايز ما تخلص فايز يصل 500,000 دولار وانا بديت انعس اعزائي المشاهدين عندي قاعده واسر الستة الصبح بس شو اسوي للضروره احكام ضروره احكام هيك بطوله بهالحجم لا والله جديات شباب يعني عشتكم على البطوله السطريم ألقت الدوتة لو جاي صغير ما أعرف والله أعتقد بعدهم باللودينج فاللودينج مالتنا يطول لأن اللودينج مالتهم يطول يا سلام Warning Punisher Jakiro incoming ومع فقرة التعليقات مرة أخرى الأخ عدي إحسان يقول منورين شباب نورك العاكس أخويا وشكرا على الاشتراك شكرا على الاشتراك وقلنا إحنا اليوم إذا وصلنا 50 سبسكرايبر نمثل لكم الأول ستارز ماتش طبعا ما بقى على 50 إلا 48 سبسكرايبر يا أخي صورة سفين سلسلة ويجي اللودينج سكرين ماتي والجيم بدأ يصير لايف يمكن وبلايرز كونكتينج والأخ شادو يقول السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام نور شنو اكو تعليق جيم شو دا يطلع كاسترز اي وجليهم دا يطلع اسف 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 قريت خلي اشوف بالكس معهم ليش اكو موسين بالشاشة ما دا افتهم واحد مالتك واحد مال كاسترز ما انا مسوي مال كاستر ما مسوي واحد مالتك واحد مال جيلي اعتقد جاندار رجع هاي صوت المايك مالته اني بي رايت باك اجي العشاء مالتي بس اجيبه واجي عفوا وحدي مايكروفون ميوتد seconds remaining 5 seconds remaining Radiant team pick Sven stands ready seconds remaining. 5 seconds remaining. Last pick is in. في أحد لما يجون الشباب نخلي صورني يا عطواني
Second team ban. Ten seconds remaining. Dire team ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Fuck. ويرجعنا بيستي. وينكم دارت لو أحد نعلق؟ ما يشاهد تدفلوانزا ما بيحل. Microphone activated. شنو رايك بالبيكات زميلي بلوي؟ والله استوني جيت شنو؟ يقول لك داح اسكف وبلوعب هذا بتجي من فوق. اسف على التأخير شباب الشامية حضرت. يا الله نرجع لكم شباب وهاي احتفالية بمناسبة عودة المعلقين. نرجع للموضوع وبيكن اتوقع انه هذا الجيم من اقوى الجيم منذ السنوات يعني من سنوات ما شايفين هيك جيم قوي. انا اتوقع هذا حال نهايه تي اي 3 اللي كان بين نافي والاينس قصدك؟ نعم نعم اتوقع هذا يعني اقوى بس ما اعرف يعني ماكو مجال مقارنه طبعا بالصوره مال اراكي جون صراحه التيمين حاطين صور مال ناس انون باتل جراوندز ويختار اللايف ستيلر مره اخرى لايف ستيلر ما تلاحظ انه تنزل بالثلاث جيمز نعم ونسبه فوز لحد الان 0% ما اعرف ان بعض المرات انه الكابتنين يصرون على الهيرو حتى لو يخسر نعم نعم هي حركه بلش بيها بابي ويحاولون و الله نزل ميمار الله اعتقد اكو تحسن بنسبه 60% بقريبات ميمار هذا الجيم أكثر. عن الجيم اللي نزل وياك غاندال بس انا اتوقع المفروض كان ينزلوا له بين يابا بينجتان عالي من هاي يعني نعم نعم بينجتان 2341 و اكو هيروات بعد البول ذولا محتاجين ميد ومحتاجين اوفلين الجو يعني حسب سي كي ممكن يلعب اوفلين ممكن يلعب كاري محتاجين ميد او اوفلين also طريقين سي كي بوزيشن 4 يعني لا يعني صعب لان هم اساعدهم 4 و 5 بس ممكن كيس نايس يصير 3 او احتمال دازل ميد شفنا اكثر من مره دازل يلعب كميد لينر والكاونتر مال دازل مال داتوان والله اتوقع هسه بالجديد يعني كأبي جيم دازل أعرفه. هو اللي يدبر ايه دازل يدبر اكس القريب بعد مو كلش كروشل بس بالليد جيم المشتركين مال دوتا بلس اعتقد يذبون الاشتراك مال دوتا بلس بالزبد احسن لان هسه عندنا فشي اسمه غاندال بلس هسه ورد بكات يقول لك غاندال من يفوز أشكرك على هاي الكومبلمنت الرائعة اللي تدل على حسن أخلاقك وطيبة قلبك أكثر من مثالك سيارات حلوة لحد الآن اللي كان يخال الفويس مع المعلقين بس ما دا أسمعهم أحسن باللعبة بل لو عطينا هاي مخرجنا ترى دقمة هي ألف عافية بلوعي
عندي باستا يمكن حق اول أكلها. مره ينزل شنو توقعاتك يعني شنو الاكسبكتيشن مالتك لهذا الفيك يعني سمعوا اكس زين ضد دازل وحاول يجربوها على ارض الواقع وهسه راح بس تتوقعها يعني فيك صحيحه موفقه لو لا يعني ممكن زين يعني هو لحد الان زين ضد كيس نايت وضد هذا لا تنسى انه الدازل الاول ما تكون داون طويل ويصير له دوج بالاول مال اوركل نعم نعم يعني يصير له ديسيبل بالضبط فيعني زين بلين اكسو واوركل قوي اتوقع شفرة الارهاب ينزل اي على اكثر دازل راح يصير ميد او سي كي بوزيشن 3 مثل ما قلت لك احتمال دازل ميد بس سي كي 3 بس دازل ميد يعني كفر هذا الهيرو تروح امكانياته يعني اللاعب يعني مو اسوء بيد مي مار يعني بس مو انت اذا ذب دازل بيد مي مار يعني الجيم ايزي لك هم صح عقدك اللاعب عنده ابيليتي اي عنده ابيليتي وين ما تخليه حاله على البوزيشن 2 ولا البوزيشن 1 تقريبا 90% امباكت بالجيم لاعب عظيم عظيم عذرت عرضت عليه مبلغ من المال حتى يسوي جوين للتيم مالتنا مقبل مقبل عرضت عليه هوايه وهسه احنا بدنا نحكي بابي تويت على تويتر امنيه حياتي العب جيم واحد ويا ميمار دزوق صارت كوما نيغوشيشن على مود الصفقة هاي وما صارت بالضبط صفقة القرن بالضبط بالضبط هي هاي وهذا التويت من بابي انه صار دليل هسه قدامنا بدنا الغائب الحاضر عن هذا المباراة طه التميمي اوه ابو حيه الان هالثاني لو هم جاي يلعبون صدق لو تحسسهم لا لا مو خمسه كاري ايش فيك سي كي 3 وزفن 4 ودازل 5 وتي بي كاري وفايبر ما اتفق ما اتفق بس المشكله المشكله اذا راح وفلين يعني لازم دازل وسي كي يروحون فوق كلش جريدي مجرد تانك وضد لايف ستيلر تيم حارة اعتقد الفكرة الأخيرة راح تكون اعتقد ممكن يزن فيسج الله شنو هاي العرافة باع العرافة 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 والله بدل الخبرة تتكلم يعني العرافة يعني العرافة مع الماتريكس بما انه التل بريدكشن ماتك كان اصح يعني تقريبا من بين 100 هيرو اختارت الاجابة الصحيحة وهذا يدل على ذكائك يعني فخلي يعني لك الاختيار الاول لمن تختار انه او نخلي لك الاختيار الاخير حتى لا حد يبغى اختياراتك بيستي من تتوقع يفوز فوز حار انا هم اتوقع التيم السوري يفوز انا اشوف فكاتهم اقوى مع العلم انا اشوف انه اللواعيب العراقيين اقوى لانه عندهم ميمار ولاعيبه اقوياء هواي بس فكاتهم مو كلش فكات الحار بلوعي من تتوقع يفوز يعني ثلاثة مع حارة ولا واحد مع التيم العراقي وانتم العراقيين ساندوا منتخبكم وشباب هالثاني دوري بالتوقع انا اتوقع الجواب مو بهاي السهولة انه تقول حارة الفريق العراقي تعتمد بصورة تماما على اللينات ممكن جدا ان الفريق العراقي يفوز if they survive the early game تتوقعك النهائي شنو اتوقع النهائي انه 50-50 لعب 15 دقيقة يجي يعني الجواب. انت اذا مثلا عندك بريدكشن تريد تتراهن ولازم تذب على تيم ما تقدر اذب على طاها مو تذب يعني جلغ لا فلوس هسه اذا اذب فلوس اذب 500 دينار على ميمار يعني اذب على تيم العراقي هالستة بالضبط فلوس اوه جدل على طه حركة حلوة اتوقع دزل مات يعني قلت اتابع زي المشاهدين هذا الاتاك من لايون
كلش خرب السالفة. نعم نعم بالفعل الأسد تعرف الماب أويرنس مع الميمار كلش قوي رأسا حسبي وفلت. نعم نعم والشيطان العراقي يلعب ترر بليد وبايبر ميد اللي هو ماريا الملك وبعد عدنا إلا في ستيلر واحدة جوا راح يظل راح ينقل فيك السبورت أعرف أعتقد ساكو سبورت حيجي تي بي رونتين و... رونتين لو ثلاثة باثنين أي رونتين رونتين سلام واللين كما هو متوقع من التيمات القوية يعني ماكو تيم يعوفرون تلت نعم نعم يعني هاي مهمة جدا انه اوراكل بنفس الليل ما تدزل حتى يعرف يسوي ديباف للأول ما تدزل هنشوف اذا سواها يعني صدق يفعل انا اعتقد كان ميمار ممكن يطور الجليف لفل واحد حتى يسوي اول ما درك الفاول صحيح اتفق وياك لا هو الصحيح كان لازم يمكس الثالث بالفعل فيزيكال دامج كل شيء يؤدي أرمرة واحد بالبداية أكس أنا أعتقد أنه تنهزم لأن لأن هذا انقلب متامورف انتظروا المتامورف خلي العب بس أوركل شوية من بعيد اللاست هيت مخوش حرقة ما تتفقها not so good جداحة مبينة دمجة هو طبعا خلينا نلقي نظرة على لين جو بنفس الوقت لين جو ما تتوقع هواي أكشن لين جو ما بي هواي أكشن بس ممكن جدا سيكا يعد الطور الثالث أو أنا أتوقع الوحيد اللي ممكن يموت لايون بالفعل وراح يموت لايون بس هذا مطور السايلنس ضربة كريت والدم الأول ومات لايون الله حلوة من المنتخب العراقي غير الطيب دي باف منطقة زميل غاندال ايش وقت يلعب المنتخب العراقي الرديف اللي هو تيم اود بانيشر المعاقب القديمة اتوقع اسبوع الجاي يلعب ممكن ويجي يجي الشفرة الشفرة شنو اكس ماد ايه منطقة اي دوبه في النسبة وجداحة زميلي جداحة جداحة هاي جداحة الاول مال ساي مال دزر مال اسمه يعني اكس ماكو داعي من انت من طور الثالث تخلي الكريبات تتك عليك ما راح يفتر لا تحاول زميلي اكس ما يفتر صحيح نعم. بالجديد مو بالجديد اذا من طور الثالث ما يفتر طور الثالث حتى يفتر انا اعتقد لازم اوركل شوية يرجع لان ما اخذ اكس بي اكثر من اكس حتى اكس لازم يصير ليفل 2 ليفل 2 ليفل 2 بس هاي الويفة جروها ما يعرف يسوي فول هذا البول يسموه البول السيستاكلوزي اللي هو نصر الدين نعم نعم هذا يسموه سنتافي بنو هذي متطيئة هواية كريبات هواية كريبات واكس جاب قحطان صار ثاني واحد بالنتور هسه انت لو اكس تمكس الحرقة لو تمكس هاي الكانتر هيلكس كانتر هيلكس بالفعل طبعا كلش مخوش وقت تسوي بي بول لو الو نور لو 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 وفاز يوانا حسن كأحسن واحد يطى نصائح بالشامية سويت على العالية احترقت سويت على نار ناصع صارت زينة دوب لك بس شامية بالدوتة بكل شيء وما يعرف اكسي كنسل اتاك التور اعزائي المشاهدين اكل 15 اتاك من التور اعزائي المشاهدين الكورير جاي للين الفوق اتوقع اللين الفوق وقع بالنسبة للريدين بالفعل لان ما يعني اول اللي كان لازم يأدي تيرر بليد هسه راح يمكس هاي الوجوه الريث بان بلوع انت على الهواء مباشره ما يصير هيك بلوع يا اخلاق انت هو اكو كل لسفن راح يصير اربعه تقريبا واكس بعد اثنين يعني فرق طبعا لان اوراكل مدى يقبل يرجع يعطي اكس بي واكس مدى يكنسل اتاك التور شنو رايك باللين المد لحد الان؟ اللين المد يعني خلينا نشوف اللاست هيت والديناي لان ما بوعت عليه ابد و14 لاست هيت ب13 تعادل 50-50 حتى النتورث تقريبا فرق 20 نفس الشيء اي ماكو ذيك الكل بوتنشل ناو قبل ليفل 6 ليفل 6 ممكن هسه اكو كل بوتنشل الا واحد يعني شلون نقولها بالعراقي عفوا لهذه الجمله يستنيج يلا يلا يصير كل لان
الشغل اعتذر على خدش حياة المشاهدين. فايفر كلش قوي ضد هذا الليفل 3 مالي. ليفل 3 ليفل 3 ليفل 3 لا وبالعكس ذاك همين ياخذ استاكات. اوف شمات ذاك هم ياخذ استاكات. راح يجيب الدبل كل شوب. اه حلوه حلوه كل شوب. اوه قاتل مزدوج. قاتل مزدوج من كاب. راح يجيب ريليك وبعده قندره بس على الدكس. هم قال قندره. شوف 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 يعني بهيش لين انت رايح 2 في 2 يعني ما عندك اي ريجن كاكس ليش؟ هم صحيح. وعنده 500 ما مشتري بيها المفروض يجيب هذا الحذاء الهيلث وراوسه والبانتيات اثنين كل واكو هيس جوه ممكن الملك ماريا ياخذها ويقتل بيها ولو هي كل صعبة بس ممكن يحاول لان هو مكس الاول هذا المكس الاول هذا القايد مال بيستي اعزائي المشاهدين المكس الاول يا هيرو مال فايبر بس الفرق بيستي مكسب الافليت اوكي عيني عينك عيني عينك ده يقول له بي وورنينج وارد از انكمينج 7k وورنينج بانش جيكيرو انكمينج طيب الفعل قل له هيشي وضربة لك هذا لبلات غريب يا قبر ابرد بس بقد خاضي بالمي كافي واعتقد الشيطان العراقي يسوي هيل وجاب انفيوز درين دروبس واعتقد اوركل لازم يدوك تي بي اوركل دوك تي بي للتيروان ماتك اتوقع ماكو عليه خطر والله ما عندهم اي شيء نعم نعم ناو سبيس كرييتد انه متمرفز راح تخلص بما لا اقوى لاعب بالمص اعزائنا المشاهدين واكو رونه اعاده التوليد فوق ترى عند بيبس يسا حتى ابول ترى عندهم عندك الالتي مال بيستي حب صدق والله ذكرتني فيك ناسي بس صحيح دقك قلتي اكفى صدق خلي اجيب كرزات اعزائي المشاهدين ريجن ريشن فور مش تعبت من يفتح تشيس يسوي لي توك تيت و اعاده التوليد راح ترست وما حد يمها دنيا ريال هاي الورد ما شوفها بس لو يعرف انه كوريجن اي واقف هو ودمه قليل ومسكين يعني خطيه ده احسه بس البايو ما انا يصرف 150 وبدا يخسر الميد وبدا يخسر لا 6 تايم ما كل شيء ازبط وكنسل التي بي اللي جاي ميد هسه يقدر يسويها اجين بس السفايفر جاي يشوف ما يشوف الروند ما يشوفها ما تشوفها دنيا ليل سعادة التوليد راح تروح بعد 5 4 3 2 1 وين راح تطلع الرون اللي جوه دبل دبل فيديو ضربة مزدوجة طبعا كل فاتتني اسف ما علقت عليها بالفعل جا شباب من داخل الجيم شباب؟ ايه مو انا جايبها من خارج الجيم يعني انتظرون هالخمس ثواني هم تفرق هم ستريم بلوه شلون ما نعلق مثلا يعني والله يجي التعليق ويديلي اسفين احنا كمل كمل شباب مو فيها ما افتهم افتهم الفيلم المهم جاء اكشابيه واشياء ترى بليد اجى وقته انه يحول جنجل اتوقع احسن يبقى باللين حاليا لو احسن يبقى جنجل انا اعتقد تسال حيدر صغير لان حيدر صغير هو اقوى لاعب ترى بليد بالعراق انا بالنسبه لي ان التعديل الجديد اللين مالتك ما مفرم فري فارم عوفه روح جنجل انت تتوقع يفرم سريع كلش بالجنجل هو خاص انه ترى بعيد يعني كلش يسوي له يفرم الجنجل ثاني تين بس هو ماخذ الاول انا اشوف ماخذ الاول كلش غلط كمان ماخذ الاول مره ليش ياخذ ليفل 5 تعارك لا لا ما تعارك يا هو بيلعب خلاص شو بتعرف حد هسه بعده مو كذا ويقول فيده بس ما عنده اي وجوه رازر شو راح يتواجه ما ادري شو راح عنده بس بالستاش مو كل ستاش لو شوار شنو رايك بالوردين مال ماريو
يقول لك عمي يشوفهم. راح تسوي وردة، الوردة تسلم واحدة على الأخ، هاي تسلم عليه من هذا تسلم عليه. ها شلون زينة والله زينة شلون شلون الدنيا. بس عمي الأغنية مال ورقة بعد ورقة، هاي وردة بعد ورقة. يقول الأشجار يمي ميتة، يقول إي والله الأشجار يمي هنا بعد شلون حلوة خضرات، تعال يمي تعال. هسه محمود، محمود عنده أكو شباب صاحبنا ما تعرفهم يمكن محمود كان أبويا قبل. محمود كان يخلي ورده صفور، تقول ايش قلت الطفشن اكثر يعني هي فكرت الطفشن اكثر وهو مصدق يعني مو بس هاي افرض انت جاي تسوي لها ديورد بدل ما تكون عليها تاكين اربع تاكات يلا تودينا تو رفض درونه والله عمي طيب حلو كلش بلاي حلو هاي لايف ستيلر رجع للبلتج الصحيح يحاول يجيب مشع بس ما ها ليش بدي اروح فيسبوك انا بدي ارش ولا ارش بوتجو هذا سي كي هم كلش مفرط يعني هم زي فرمان بلوعي اه بس الافضليه على هاي المايوس شو اسمه هاي مطلع لك منه الاول والثاني اذا مقتله شو مطلع لك منه اللاست يطلع لك منه الاول المصدر اه اي اوكي انا لاست تسعلها على هاي شوفها لها بصفة بس دوس دبليو دوس دبليو دوس دبليو هي هاي عاشت ايدك ايه هذا باوة دبليو اللاست واي نتوركس اذا سيكي ما كنت اللايف سيلر يعني لايف سيلر فايز بعيد اللي انه ما يدي فسه راح تبدي تطي هواية فليت لك هم جاي يجيب مايدس بس بعد لها هواية لا تجي راح تخلص باي. الورد الاولى الورد الاولى راح تموت الثانيه راح تقولها باي باي انا باي هذا الجيم برايي هذا الجيم غاندال على اكس تتوقع هيك على اكس اكس مورا مو كلش زينه زينه بس وهو رايح فانغارد يعني رايح كلش فاسد اي راح ياخر الجيم راح ياخر من دخل يقول الدقيقه 15 راح يجيب لي بلينك ما جاي ياخذ لاست عدد حتى هو وحده بالليل ما ياخذ لاست عدد ليش عافوا فايبر ما قفتهم ها يعني هسه ضربه فايبر وعافوا ما هذا عافى طبعا هو الان همسه ضربه بانك يحتاج لسفد في 30 كريب او 5 دقائق يلا جيب لي بلينك ورا البلينك راح يلا يقدر يقتل مو تنسى ترى فايبر بس يذب عليه الثاني ما تبعد ما يفترك اكس هم متأذي هالجيم هم يتأذى كلش انا احكي لك كفايت اذا لزمه يعني هو يشوف الفايت يسوي هواي شغلات ماخذ السندر ما ادري اذا ضربه الاول ضربه الاول مال اوركل يلغي مال فايبر لما يلغي شنو مال فايبر السادس ما اتوقع ثاني ثاني علقه على الثاني ما يلغي والاسد يجي الاسد ليفل 5 منتظر ليفل 6 حتى يصير عنده شيش وينقسم ويشكله ب والله اجى قمدرة الفيس حلوه حلوه الترن اراوند حلوه الترن اراوند و الله وصار مستوى 6 وده يحاول يراوغ بدزل ويدق تليبورت اتصور انهزم جاسي كي يضربه الله بدك ليش نتورك ما جاء ها اشترى فيسبوك يقول وين راح نتورك مال الاستيلا ما اتوقع الفيسبوك هسه بالهاي الجديده اتوقع الفورتريت هواي اقوى بس الموبيلتي موبيلتي كلش مهمه لايف ستيلر هم اتاك سبيد بس اتاك سبيد يجيب الريج أرد أبع فيزاج أتوقع هسه الإيرلي جيم كليته على فيزاج إذا فيزاج تحرك حركة فيزاج كش ما عنده ترى نتورته بجد ما يفهم إيه بس يعني المفروض دومينيت هم ليش يحمون مايدسين ضد تيرر بليد ما أدري هذا تم أكثر منهم الجيم هذا إذا عبر ورا 26 ظل فري فارم ترر ولا واحد انا شايف ترى ترر سادس واحد بالنتور كلش واقع لماذا دقيقه 26 لماذا 5 مو 25 انا اقول 26 هاي بعد احسب ورا الباونتيات اها نعم كان سؤال الحلقه 25 ثانيه
تتوقع هذا البلد الصحيح اللايف ستيل تتوقع بسج راح يدوسها للفيري فاير لو يبيعها لو يدوسها يجي حتى يفرغ السلوت انا اقول يدوسها ما تسكن انا اقول يبيعها انا اقول لازم نسوي يتحرك اللين ملينات وين ما يروح عندكم وين ما يروح عندكم طبعا هذا ما دوله الفرمان هي بعد ساكورونا يقدر يسوي روتيشن للروان ايش احس السبورت مال تيم السوري مو قوي اوركل مو قوي اوركل هو بس بالسادس بس لاين لا ما افتهم من قصدي ما عندهم على الماب ما عندهم اي شيء على الماب ما مالتهم ما اعرف يعني بس عشان ما جاي يسوون اللي عليهم اي ما جايز يعني اسانا اسات اذا تخلي اقل شيء تسجل شوف ترى بلايد ما هو اخلي وورد عليه بالجنجل اشوفه من يطلع اشوفه من يطوب اشوفه من يفرم اي عندهم وردايه واحده على هذا النين شباب سبسكرايبات ما دام الماتش مفوز اطلب من الاخوه المشاهدين عمل مشاركه شاركوا ويا اي واحد حتى لو ما يلعب دوتا نشوف هذا الجيم لو كان لو كان شو اسمه لو كان كوليتش احسن من لايون كفش عليه كفش عليه نقول احنا كفش عليه انا بلوعة ليش مسحت البوستات ملاتك مدتتو؟ ايه انا خفت انضرب كيك من الجروب بامر بيشتي شو وقت تقعد الصبح نقعد الصبح احسن من انا بالليل ما اقدر العب نعسان فول ماشي يعني حولت نومتي اليوم على مودك نمت العصر على مود اسهر وياك بالاخر تقول لي يا حلو مو مشكله انه النت بس ساعه يصير زين بالثنتين اي انا من هسه منعس يعني انت توقع اليوم من 3 بس تنس من 3 فيفا عبدي لل 4 لل 8 اقول جاي يعني أنا عدت يومك على مودك بدأت اليوم تقول لي ما أقدر أشهر والله يعني أنت عديت النوم مرة أخرى هذه يومين طبعا قليل سواب كيلز أجو ياك يطول الجيم اللي لايكس شو اسمه هذا زفين أقوى كل الجيم حيدر يوم سولفت لك على الفلايز مال بيستي بس ما سولفت لك على الفلايز مالتي ببدأ أدق شيلد هاي تسوي ريتشارج للشيلد كان يرشد يطب لي شان شو سوي ذا كنسل ما شيلد وواجهه شان نطلع من اللعب على التوتاب رجعت لقيت الجيم خلصان نقدر نسمي هذا الجيم ميدس جيم؟ نعم بالفعل و اكس بعد ما يفتر طيل ها ما عند الوعد الكاذب اعزائي المجاهدين مجاهدين حتى فايبر راح يروح مايدس نعم انا اعتقد ساعة. اكو فرق بالاكس بي للداير اعتقد حتى احنا مش شايفين ارتيزي يعني الفايتات كلها ده يلعب زين يعني يحاول يسوي كامباك ام بي 4 مايدسات جايه شنو تحليلك يعني صح لو غلط مايدس نفر رانك واحد يجيب المايدس ورا مثلا ورا ما يجيب الدراجون لاس يعني غير يجيب المايدس ولا اعتمايه مو هو لما شاف نفسه مسيطر ذا هو فايبر قال لك شجيباني ما راح يجيبني يفرم صحيحات ترى من الشف ضدك مايدس انت هيرواتك احسن عادي تطلع مايدسات اثنينكم مو تقول خسرانين الجيم بعيد حتى تطلع جيم متعادل هم بيجيبوا مايدس عشان نطلع مايدس قراراتنا احسن مو مثل قبل من تاخذ كريب كبير بيه يعطيك ليفل اكثر كله نفس الشيء نفس اللغة اوكي بس قللوها 10 ثواني الكوب كان 100 بس 90 دزل جيب له مايدس ونكروبوك بعد ما الماب كله بس شنو هم هسه اذا ورا الريديانس قبل راحوا روشان ورا الريديانس سؤال نختبر خبرة شو اسمه حيدر عنوني بالدوتا غلط لا 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 مو قرر بيك اصبر اليوم قبل السؤال اذا انت شو اسمه اوغر اي زين ليفل 25 وعندك رفراش روب تدوسها رفراش تنضرب مالتي كاست ليفل 25 شنو يعني؟ ليفلك 25 انت تضرب اوغر بالجديد الايتمات هم ينضرب مالتي كاست ادري اي اذا عندك رفرشر الرفرشر تنضرب مالتي كاست لا شو يصير اذا تنضرب شنو صعبه تنضرب مرتين
عادي صمتك صحيح بس ما راح تسوي شيء نفس الشيء برفرش مرتين. طيب الله حبك على هذا السؤال. زين سؤال ليش تجي مونتي كاست على شيء يعني ليش ينداس على واحد تفهم شنو؟ شيء تدس على ميكانيزم احتمال تجي مونتي كاست ماكو شيء جرامسن هود بايب يصير مونتي كاست ما ينداس كل الدنيا ما يصير زين ادك معناي على صاحبك صار مونتي كاست؟ اي يصير دق معناته هاي بيستي تفيد العاد بيستي بيستي قلت لك برضو جديد بيستي ها اوكر ميج ها وجيب مانجو حتى من الدماغ هي النتشرة سبعة يعني عسى ما ادري انه اوكر ما ادري انا ما لعب اوكر من صار لابديت ليه هسه بس ما ادري يعني نظريا انه دبل هوت ممكن يدوس لا هي ليش ينداس تعرف شنو يعني يدوس على واحد مو شرط مو شرط يدوس على مو شارد مو مو شارد ليش هسه الداغون ما يصير اكثر من واحد الداغون يصير لا يصير الداغون ينضرب مالتي كاست هيكس ينضرب ما يداس ينضرب مالتي كاست ينضربون اثنين يعني واحد بصف الله بس تدوس مالك ترجع لك مالتي بس هو كاتب لك اند ايتمز ما كاتب لك اند اكتف ايتمز لو كاتب لك بس شنو هسه هو المالتي كاست يجي على شنو يجي على شيء يعني شنو اقول لك ليش اضرب اتاك ها اتاك سبيد لا مثلا هسه بس تفهمني كل ذني تطلب والله ثلاثه ينداسن على واحد اي يعني اللي هيج ما اعرف جزء ما نصير ممكن دود دوس ريليش على قول جماعتنا مرتين ها داخل مره لعبت اوجر جبت ليه كان طاها ضعيف لا كنت كنت هسه شايف فيديو ما ادري مال يا برو بلاير لعبت على هاي الرون دي. ماكو حتى الرونات متخاصمه راح اجيب لي ارملت وديسليتر وشارد خسرت الجيم بالنعال قلت لا تقول نعال يعني لسه انا اسجل لك هسه غير هسه انا اكبر غلط انه تطلع قبل ما انت دراجون انه استعد دمك وتخليك تفرمها اسرع هسه انت راح يصير كل دمك راح يصير 1100 هم ما جاي تعرفون 1100 لو جلاكسي يعني. اعتقد الجيم بعيد هسه الفريق العراقي راح نشوفهم بال اذا ما راحوا روشان هسه اذا ما راحوا روشان هسه الريجنز لازم يروحون روشان لازم يحن روشان عندهم ميداليه وعندهم اكل جيم الجيم مو بس فايت الجيم مو بس فايت افيت وافرم وهذا هو الجيم مو بس فايت يطلع لك واحد يعلق يقول لك لسر مركب خلاص صار له يومين يلعب ويجي ما يخاف تحمل الجماهير حيد لازم توسع صدرك بس لو طه موجود كان قد اكون مركب لاعب اي مو تدري حسن من خلال ما يصير تقع على واحد اقوى مني تقع على واحد اقوى مني انت فاشل فوز داس فوز لوس بس مركب ها مو اقوى مني بس ما اقدر اقول عليه قوي كلش لازم اقول عليه لاعب عادي عم تلعب انه فاشل كل مره بدك الشباب لا لا وصلت لمرحله ال يقول تاكتيكال هذا مو مال لوس يو ار نوت ليفينج ان ايراك اوكي سوري و المتحدث الآلي اللي يترجم تكست لفويس بيستي ايه يترجم لنا الكتابات ال نعم نعم وي فاين ناو نحن يقول لهم عايشين بالعراق احنا وسفن يموت اني وما لحق يدوس الوعد الكاذب اضطر يدوس شراء للخلف و لايف ستيلر مدومن ولا فيني وقت يجي الوعد الكاذب طب الطير والله انا همين اتوقع حشد بمالي انه مال اللوس والسوالف صدق يمكن تاكتيكال قبل الفايت بثواني سووا التايمات بيستي بالعراق انت مين ما عايش بالعراق انا صحيح عايش عايش بالعراق بس لا يعني دق الالتي دق الالتي راح مال والديك دق الالتي بالفايت من تفتح لفلات هوايه خلاص الجيم طبعا و هسه اوت بلايد هاي المنتخب العراقي اتوقع هسه يعني الون ريت 90% للداير هيرو بليد وهيروين كورن باك اثنين عندهم مجلسات الله عليك يا دوت العراق يعني دوت العراق اسطوره صدر نجوم صدر نجوم امثال طه التميمي امثال ميمار دوتي وكل البرودكشن مع داك الله شوف الناكس جايب يعني ليكو فانغارد وش ما عنده ليكو تابوت فقط
من اللعب اكس كمل التابوت اذا كمل التابوت مزيان هاي شويه تشيل بس ما بس اذا ترمسن ما جابه بليد ميل هسه جابه بس المفروض التيم ضدهم يجيبون كرمسن انا اقول سفن لازم يجيب لي كرمسن سفن ترى بوزيشن هو جاي يجيب اصلا الكرمسن كلش مهم بس اجيب اطير فسج كل شيء ما اسوي بعد جايب باكلر هو بدا هو التحكم بدا يطير يعني رحب باللاعب علي رضا الملقب علي بيتبول هذا بعد راح يجينا التيم سبيك بعد شويه انضم للطاقم التعليقي جزاكم بلوعي على بيتبول على بيتبول على رضا اي نعم نعم كلام جميل يعني انت اول ما تخلص اللعبه رموه في الفيديو على السريع ثانيه ما يبقى وتعليق من الاخ علي رضا يقول اللي يسمع حسن يقول هذا 7 كي ليش يجي على حسن كل واحد يجي على واحد اللي يدقر على اكثر من دقر من حسن رايك رايك هذا احترمه الله تخاف من علي رضا والله هذا يعني بالنسبه لي راي علي رضا احترمه واشيله وذبه بالزبل الله تلاحظ ان التقييمين يمكن ما شفنا بيها ولا دي وورد يا اخي ما قلت لك نظريه تويستي ليش جاي يشيل وورد ثم جاي يشيلوها ليش جاي ازرع الله 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 نداء رائع فتح البليد من ورا ربع ساعه من وطبره اخيرا بس نو مات اكس مات اكس انضرب بالقحطان حلو حلو خلاله جي جي انا اعتقد لازم يكتبوها جي جي لعبت جيدا بس السبورتات ماتوا تي ماتش قتل ثلاثي ترى بليد جاي يشتغل وفرحة الانتصار فرحة ميمار ميمار يطتب اكتب مال ميمار لا تشوف هنا يكتب لك 50 نقطة هاي اكتب مال ميمار مليون دولار كنا نتوقع مستوى احسن من التيم التركي السوري التيم التركي هم يطلع مو سوري تكين سوري انتو نقول هيك الاخ بيس يشكك بمصداقية البطولة ومصداقية جناسي اللاعبين جزء مزغرين لا يجوز يعني تيم هو هاي البطولة السرية استعرف لاعبين من خارج الوطن العربي لا يعني ما داعي لا تعب بس ممكن ستاندين واحد اعتمد تشوف مستوى مال خرافي انا اتوقع كان جي اس كاتر روحه يريد يلعب ستاندين ويا تيم طاها بس طاها ما قبل قال له تزباله ما لعبك جي اس عربي مو يعني اي بس كتر روحه مو بس هو حسن ترى مو بس اللاعب الوحيد اللي راجع يلعب وانا واحنا ما قبلنا اللعب يا بزارهم لا 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 كل لاعب جانب يعني يعني حتى كل لاعب هذا الجديد اللي طبره ابو طبره هم بس دي يقتلون هذا بس هذا هي الوحيد قادرين على زفن اعزائنا المشاهدين و فرق 8000 واول سارق الحياه سارق الحياه خلص من اول يقود هجوم للراديانت ايش عجب ما طول المورتاليتي الفايبر اي مو تسمو سهل ترى حتى يعني عم تذاك اليوم انا اوف ايه فايت جيد واذا قلت لو فايبر بيها مجال عندهم ايجز مو دي هسه هذا ايجز بس يم ترى فايت الويد عندنا ليش يشربوا شاي جراوند يعني عندهم ايجز ليش جاي يسوي فوز ضدهم ما تعرف واي جراوند فوقا يعني اوه خوش ستان حلو ستان دي فلت لايف خوش ستان فلت لايف استيدار ويا الله اخذ ستاك لو ما قبل ستاك اخذ لينك تلفوني فعلا لو ما عشنا ليش يعني طبعا هسه اكس جاي يخبط الاكل بالصح من ورا فايبر جاي يجيب بي كي بي انا اعتقد بيستي يوصل ديفاين اسهل من انه الراديانت يفوز انا هم اوافقك الراي
حسن انا ما بقى شيء عشان اليوم اصلا وصل شنو الليجند انت الليجند حسن بدون ما تصعد انتظر في قلوبنا فارغ الصبر بلكي حسن يراهم قدراته في فانجوليا بعد قلت اجرب بريو ماستر لا فانجولير والله نص بريو ماستر حباي تذكر مرة من استعملت الاول صح؟ ده يحشي قال نارينا ده يحشي قال دال لكن بدي العب جيم طاها نزل يسا يبقى شسا يخل نزل ما قدر هو الجيم مال طاها سيف ليجي الله منفوس فشون عرفت الجيم جي جي طاها شابع كتل بالمد شابع كتل غير يتعارك اللاست هيت يركز ما ادري شنو هاي كل ما اضرب اول فاول فوق هو عشان يرضي ما عليه مطير يعني والكول من اكس الكول من اكس يدرس هو شنو الكول من اكس سي كي هيلث 4200 كلهم على سي كي يمكن يحتاج لهم 20 ثانيه الله يكتب لا مستحيل يعني شو اقول لك هسه لو خمسه تيم العراقي ينقلب خمسه ميمار هم يفوزون طبعا انا اقول لك هسه يعني اذا دزل وزبن يطلعون اباندن الثلاثه الباقين يفوزون ها لا راح اسوي لك اياها اشبه لك اياها هسه الليد اللي عندهم اذا اربعه طلعوا اباندن بقى ميمار يتحكم خمس هيروات هم يفوز لا والله هذا سبورت ميكروتون بعد شو بلغت حسن والله بلغت شويه هو شنو ما يحتاج يدس حوره شبيك بس يسوي مربع ويدسهم لا انا بلغت على الشخصيه يعني اللي يسوي هالحركه البيزاج انا اشوف بيزاج هو خطر والله ما يدس ما يقدر هو هذا نفس الزوس مو ايه سبا انصحكم تسوي له ديليت يعني نجيب اي واحد بداله يعني بيزاج يجيب مايدس وبيزاج اللي ينزل ذاك اليوم ضدي شي يجيب هلمي وراها شي يجيب جيبوله شو اسمه وجخبه نجيب بوت البداله احسن هذا جي ويل بلايد واحلى جيم ومبروك للفريق العراقي مبروك مبروك شكرا للجميع ونشوفكم بالفاينلز ان شاء الله نحاول ممكن انه ما تشوفونا بعد بلكي يرجع ستريم مال البطوله الاصلي موجود ناشنين ستريم اصلي ها اي والله بابا احنا شو نسوي بهم بابا احنا ستريم احسن ما تخسروا البطوله طبعا بنهايه اللعبه نشكر المعلقين المعلق الاسطوري طبعا حسن قروزة والمعلق جندال والمعلق حيدر النوني شكرك يا اخ بلوع على استضافتك الجميله واشكر قناتك الجميله وكل الحب والاحترام لك ولاخواني واحب احيي العراقيين والشعب الفلسطيني اللي هم اهل كاف والسعوديه اهل الثانيين ما تحييهم كاف وحيهم كاف طبعا الهور العظيمه اللي هي كانت من اقوى القواويد المعروفين طبعا بنهايه البث نشكر المشاهدين طبعا ما وصلنا الخمسين وصلنا ثلاثه وعليكم السلام لا اوقف وصلنا اثنين سيف ازدنفه وعدي احسان الباقيين وحاسبتي علقت اعزائي المشاهدين لماذا ما اقدر اسوي اي شيء ليش ما اقدر مشاركات اسوي لا تسوي شيء يعني بس تحكي بدلعي بمناسبه الستريم احب اقول لك امسح الستريم لا حلو شيلي ليش دي امسحه خليه يسوي برايفت يا معود حسن يخاف من الباكلاش معود هسه العالم كلها تفيز تشكتني اللي يريد اولهم ميمار انا اخاف من ميمار عنوان بيت المعلق حسن هو في الدنمارك الدنمارك شباب العنوان اللي هو لا ما نقول هذا هو صراحة ساكن بكسرة وعطش لا زقاق سبعة هسه بس بالكسرة نو ونسدت الدوتا واخيرا صار اسبوعين تسوي سجن اوت عشان امكانك على الدوتا من حاسبة صخر
جي جي والله بسيت جايز. تصبحون على خير، معكم محدثكم بلوعي. Warning, punish a Jakiro incoming.